لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن 8 إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح. وبالتالي المستهدف إن إحنا بنتكلم ونحلم إن مصر يبقى فيها 40 و50 مليون سائح من خلال هذه النوعية من المشروعات فعلا هنكون قادرين على تطبيق